أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أول حركات للمحليات عقب توليها المسؤولية، وذلك في عدد من المحافظات. وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد، وكذلك تعيين رئيس للمدينة بمحافظة الجيزة. وتضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والأحياء إلى سكرتير عام مساعد. هذا وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بصورة مستمرة بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين.